وللحديث عن الاتهامات للأحزاب السياسية بالتبعية للخارج وعدم امتلاك مشروع وطني، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي العراقي نوري حمدان. حياكم الله أستاذ نوري. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ نوري. بداية، ما الذي يعنيه تبادل الاتهامات هذا بين شركاء العملية السياسية حول جدلية تبعية الحكومة الحالية لإيران من عدم هذه التبعية؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحياتي لجمهوركم الكريم. الحقيقة أنه في كل تشكيل حكومة نشهد هذه الاتهامات، هي ما بين الشركاء العملية السياسية، هنالك تبعية لإيران أو عدم التبعية لإيران، وهنالك من يدافع أو لا يدافع، ولكن نحن ننظر إلى الحقائق أو نكشف الحقائق أو نتعرف على الحقائق من خلال المعطيات. والمعطيات تشير من 2003 إلى اليوم لا توجد حكومة في العراق تشكلت إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة للعراق، وكذلك موافقة إيران بالإضافة إلى تأثيرات دول أخرى. المهم في القضية هو التدخل الإيراني الأمريكي، هو الأصل وهو السائد في تشكيل هذه الحكومات. ودعاة عدم التدخل الأمريكي أو الإيراني تحديدا، خلي إذا بدنا نتحدث بهذا المعيار لأنهم يدافعون عن هذا المجال، هذا طبعا غير واقعي حقيقة، لأنه الإيراني نفسهم دا يتحدثون عن التدخل ودا يتحدثون عن دورهم. خلال المفاوضات في تشكيل الحكومات، كل الحكومات مو فقط الحكومة السوداني، احنا نتابع من خلال الأخبار الزيارات ودور السفير الإيراني وزيارات المسؤولين الإيرانيين بمقدمتهم طهاني، حول التأثير على القوى السياسية الشيعية في وحدة قرار في اتفاق على شخص معين. ولابد من الإشارة إلى قضية مهمة، هنالك سقف تتوقف عنده إيران وتترك المساحة يعني حلفائها في العملية السياسية. عندما يتحدث شخص من يعني كما قال السوداني لم يصادفني شيء في المفاوضات عن دور إيراني، قد يكون صادق ولكن وفق السقوف التي محددة. نعم، هو يعني يدور في الفلك، لا زال يدور في الفلك الإيراني والإرادة الإيرانية، ولكن ما الذي يحاول المالكي إثباته بهذه التصريحات التي تنفي أي تدخل خارجي لتشكيل الحكومة؟ هل باتت الحكومة اليوم برأيك في موقف لربما محرج؟ شوفوا، حقيقة المواقف المحرجة مستمرة، لأنه هذه الحكومة لا تختلف عن الحكومات السابقة، وهي لم ولن تحقق نجاحات حقيقية على الأرض، وهم الآن يواجهون أزمة سياسية بالإضافة إلى الأزمة التي هي لا يمكن أن يتمكنوا من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين الذين وعدوهم بها. وحتى رفع المسؤولية عن إيران، هم يتحدثون طبعا هذا بها شقين، أولا حتى رفع المسؤولية عن إيران بعدم تقديم الخدمات للمواطنين، حتى لا يكون الغضب كما شهدوه في 2019 بالرفض للوجود والتدخل الإيراني الذي منع خير العراق من العراقيين. هذا جانب. الجانب الآخر هو الصراعات السياسية التي قد ستحدث خلال الأيام المقبلة. هم مسبقا إلى يريدون أن يتحدثوا عن أنهم أصحاب القرار وليست تدخلات من إيران، وكذلك استعدادا لإجراء الانتخابات في الإجراء انتخابات مجالس المحافظات. أنت تعلم هم الآن يستعدون لإجراء الانتخابات مجالس المحافظات، وهذه تحتاج إلى دعاية انتخابية جديدة، وكل مرحلة في إجراء انتخابات أو تشكيل حكومة هم يتحدثون بعدم التدخل الإيراني، بينما عندما يستقرون لا يخجلون من أن يذكروا الدور الإيراني في العملية السياسية. وقبل أيام كان واضحا وبملء الفم تحدث كما المالكي يقول رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قال عن الدور الإيراني وتدخل الدور الإيراني ومنحه أصلا الشرعية بهذا التدخل.
أيضا يعني أمام هذا الموقف المحرج للحكومة كما ذكرنا، ومجمل الأزمات التي تواجهها، هل باعتقادك يوجد يعني مشروع حقيقي وطني للنهوض في بالبلاد لدى هذه الحكومة؟ نعم، شوف، هذه الحكومات حقيقة هي نتاج العملية السياسية التي بدأت حقيقة بعد 2003 تحت ادعاء لا عودة لنظام شمولي أو نظام ديكتاتوري، واعتماد النظام أو الديمقراطية التوافقية لمشاركة الجميع، ومن ثم تحولت إلى محاصصة طائفية أجهزت على البلاد، رملت النساء، ثكلت الأمهات، أيتمت الأطفال. كل ذلك الويل والظلم والجور الذي حدث هو سببه المحاصصة الطائفية. فهذه النظام السائد اليوم هو بدأ يتطور أصلا ويتحول من النظام المحاصصة إلى الاستبداد، يعني أكثر فأكثر، بالتالي لا يمكن أن يحقق شيء على الصعيد الوطني، لا يمكن. طيب أستاذ نوري، نبقى عند رئيس الحكومة الذي أكد مرارا أن حكومته بعيدة كل البعد عن إيران، هل يمتلك السوداني بالفعل القدرة على صياغة وتطبيق مشروع بعيد عن إيران وعن الإطار التنسيقي الموالي لها؟ طبعا شوفوا، حقيقة أنه هذا صعب جدا، يعني هذا إن صدق الرجل فهو تحدي كبير، وهذا التحدي لا يمكن أن ينفذ من خلاله. يعني خلال الأيام الأولى التي يعني أصبح لديه موقف قد يكون متباين أو مخالف لإيران، شهدنا الإعلام الإيراني كيف يتحدث عن السوداني وكيف هاجم السوداني، فبالتالي الإيرانيين في السياسة والإعلام وكل مجالاتهم هم يعتقدون بوجودهم ودورهم وفي العراق، فلا يمكن منعهم من ذلك. السوداني من الصعب حقيقة أنه يمنعهم، لأنه الإطار التنسيقي هو في أغلبه موالي لإيران، وحتى الذين لم يعني يعلنوا ولاءهم المطلق هم لديهم علاقات وطيدة مع إيران، بالتالي هم تأثيراتهم في نهاية المطاف هي تكون لصالح إيران. حتى بما فيهم هو السوداني، هو السوداني ليس غريبا عن الإطار التنسيقي، هو من القوى السياسية الموالية والقريبة من إيران، بالتالي هو كيف يعمل ضد مصالح إيران. يعني الحديث عن المصالح يعني الأولويات في المصالح على اعتبار المصلحة الوطنية هي الأولى، حقيقة يعني هذه الشعارات شهدناها خلال كل مراحل إجراء الانتخابات، كل هذه التصريحات اليوم وتتصاعد، سوف تتصاعد في الأيام المقبلة، هي استعدادا لإجراء الانتخابات. وصلت الفكرة جزيلا لك ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي العراقي نوري حمدان، شكرا جزيلا لك.